سمعنا ان بجرامي بيفكر يشتري شاليه لذيذ في الساحل. هو مفيش حاجه بتستخبى ولا ايه؟ بجرامي قدامه طريقين، يا اما يعيش في عالم الجرافيكس والبروشورات عشان هيبقى بيشتري بيت لسه ما اتبناش. شكلها كده مفيش كفته في الجرافيكس تاكلوا طر. هو البيت ده بيدخله منين يا جدعان؟ كده خلصنا البحر الابيض. I don't like it. او الطريق التاني انه يقرر يشتري شاليه حقيقي موجود يتبسط فيه هو وعيلته. تعالى فابيا بجرامي، عندنا قرض البيت اللي ممكن تشتري بيه الشاليه اللي انت عايزه ده دلوقتي وتسكن فيه في اقل من شهر وتقسط على 10 سنين. قلت ايه يا مستر اولمبيا؟ فاب هوم لون ذا ريل ديل.